عمارة، يعني دايما بنسمع مصطلح مفاجأة في مباراة القمة، هل المباراة النهاردة خارج قصة المفاجآت بحكم ان خلاص معروف الفكر التدريبي هنا وهنا، ولا المفاجأة قد تكون في أداء لاعب، في تطور مستوى واحد يكون فايق بلغة الكرة في هذا اليوم أو في هذه المباراة؟ شايف ايه المفاجآت اللي ممكن تكون في جعبة كل مدير فني؟ خلينا نتفق نقول ان لو موسيماني غير طريقه 3 4 3 هي مش هتبقى مفاجاه ان هو ممكن يرجع لوضعه الطبيعي، ولكن هتبقى يعني مفاجاه بالنسبه للخصم عموما، لان انت في الاول والاخر انت بدات الموسم ب 3 4 3 وواضح ان انت كنت باني على الخطه دي، ما عدلتهاش الا في مباراه البنك الاهلي وفي الشوط الثاني انت فضلت متمسك بيها طول الشوط الاولاني وعايز تنجحها، عندك شايف ان انت معاك الادوات ان انت تقدر تنجحها، واحنا اتفقنا انه معهوش الادوات لنجاح الخطه دي على الاقل في الوقت الحالي. فبالتالي هو لما يلعب مثلا 4 2 3 1 ويرجع محمد شريف مثلا كمهاجم وتيجي يلعب بيرسي تاو كجناح، دي هتبقى مفاجاه جديده، مش مفاجاه بمعنى المفاجاه، ولكن هو ده اختلاف. انت هتشوف لاول مره بيرسي تاو في الجناح الشمال، وهتشوفه لاول مره مع محمد شريف كمهاجم من بدايه المباراه، يعني مش احنا مش بنتكلم على مباراه البنك الاهلي زي ما قلت لك نزل في الشوط الثاني، ولكن هو الاختلاف هيبقى هنا. ده بالنسبه للاهلي، بالنسبه لي ان الجمهور لما هتبدا قدام الزمالك ب 4 2 3 1 او 4 3 3 لا هتبقى مفاجاه، لان الجمهور مش مستني، هو الجمهور خايف ان انت تلعب 3 4 3، خايف من نفس السيناريو اللي حصل قدام البنك الاهلي، وخايف اكتر ان 3 4 3 دي بقى قدام الزمالك ايه اللي هيحصل، يعني زي ما كان عمر بيتكلم هيبقى مشاكلها اكبر بكتير من الاستفاده اللي هيستفيد بيها موسيماني قدام كارتيرون. وبالتالي لما يعدل خطته هي مش هتبقى مفاجاه بمعنى زي ما قلنا المفاجاه، ومفيش لعيب يعني ممكن يعني انا ما اقدرش اقول لك مثلا احمد عبد القادر النهارده ممكن يلعب، لا اعتقد ان هو هيلعب في الثلاثي اللي قدام بقفشه وشريف وبيرسي تاو، ده اقصى حاجه. ونفس الثلاثي نص الملعب اللي احنا متكلمين عليه السوليه وديانجو وفتحي، فهي كلها انت بتتكلم في عناصر تقريبا اساسيه، مفيش لعيب مفاجاه. ربما تكون المفاجاه عند كارتيرون بالنسبه لي، لو النهارده بدا زي ما سمعنا ان عمر السعيد ممكن هو اللي يبدا، فهذه هتبقى مفاجاه، مفاجاه خاصه على شخصيه كارتيرون وطريقه لعبه، ان عمر السعيد نزل الشوط اخر الشوط الثاني من ماتش امبي واحرز هدف كويس جدا، يبدا بيه ماتش طلاع الجيش ويلعبه ماتش الاهلي زي بالطريقه بتاعت كارتيرون، ان هو بالنسبه له سيف الجزيري بيحققها له بنسبه 100% اللي هي اللعب بين الخطوط والمرتدات والكرات الطوليه اللي هيلعب فيها، لان احنا اتفقنا ان كارتيرون هيبقى تحت الكوره وهيلعب على المرتدات ودي الميزه بتاعته. ولكن قبل كده احنا عارفين ان كارتيرون بيحب جدا المهاجم اللي هو المحطه برضه بيحبه جدا، لان هو بيحرك الناس اللي تحتيه، عنده اشرف بن شرقي وعنده زيزو، لما شفنا الثنائيه اللي بين زيزو وعمر السعيد شفناها في ماتش انبي وشفناها في ماتش طلع الجيش، مره واحده جول مره واحده جول في نفس الماتشين، فدي ثنائيه تبقى عظيمه جدا جدا لو عرف كارتيرون يستغلها بشكل هو عايزه. ولكن يظل عمر السعيد انا شايف ان تحتيه يبقى مصطفى فتحي ومش يوسف اوباما.